طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبيكم في سيمينار جديد من سيمينارات الباحثين السودانيين. اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022. سرنا ويسعدنا أن يكونوا معنا شابات رائعات جدا. الباشمهندسة تبيان جاد الله والباشمهندسة عفراء عبد الرحمن. طبعا كان السيمينار احنا اعلنا عنه عن انه باشمهندس تيبيان هتتكلم عن منحه ماري كيوري المقدمه من وكاله الطاقه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. لكن زي ما بيقولوا شنو، انتوا دخلتوا منحه واحده وحظكم كويس، جاتكم منحتين، فهتكون معانا برضو الباشمهندس عفراء عبد الرحمن هتكلم عن منحه ثانيه اللي هي اسمها ايراسموس موندوس جوينت ماستر ديجري. ودي من حليل انا اول مره اسمع عنها. زول في فتره الماجستير بيقرا في 3 جامعات مختلفه كلها في نفس الفتره. فنحن سعيدين جدا بانه يكونوا معنا الشابتين الرائعتين ديل، تيبيان جاد الله وعفراء عبد الرحمن. الاثنين اتخرجوا من جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا في تخصص بكالوريوس الهندسه النوويه. هنبدا ان شاء الله مع تيبيان وهي طالبه ماجستير في جامعه بولينتيكيو دي ميلانو، تخصص الهندسة النووية. ولو كان نطقت الاسم غلط فبالضبط، لأنه الاسم صعب. فتفضلي يا تيبيان، مرحب بك، عرفي بنفسك وأبدي طوالي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تيبيان، قريت جامعة السودان هندسة نووية، وبعدها اشتغلت في الجهاز الرقابي للمواد النووية والإشعاعية في السودان في قسم الأمن النووي والضمانات. بحب مجالي جدا، على الرغم من انه ممكن نقول انه ما كان في اي بارقه امل لما احنا قريناه انا وعفراء، وكان كل اللي بنسمعه هو عباره عن انتوا بتقروا في حاجه الدول الاوروبيه قاعده تقفل فيها يعني. فسبحان الله، يعني كنا عندنا اصرار وعزيمه الاثنين على اننا حنمشي، لكن ما كنا عارفين يعني، لانه ما في اصلا قائد هو ممكن يورينا يا عاتبيان انت لو عايزه تمشي في الاتجاه ده يعني حتستفيدي الجزء ده. لا بالعكس، دائما بنسمع الناس اللي هم بيرجعونا لورا، لكن الحمد لله واصلنا في السعي لاحلامنا واجتهدنا. انا بالنسبه لي قدمت لمنحه اللي هي عجبتني، هي منحه ماري كيوري مقدمه من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. المنحه اول دفعه كانت فيها 2020، اعلن عنها شهر 3، أعلن عنها الدايركتور جنرال الجديد جروسي، وهو قال إنه هو بيطمح لأنه يكون في 50% من العاملين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم فيميلز. فعشان يصل بمجهوده للحاجة دي، فهو قال هيفتح التعليم ويسهله للبنات في كل أنحاء العالم. عمل المنحة، والمنحة هي ما هي بيقولوا عليها فلوشيب، اللي هي بيقول لك تفتش الجامعة اللي أنت عايزها تجيب لهم، بس هو قبول من الجامعة، وهم متكفلين بأنهم هم يدفعوا رسوم الجامعة، وبيدفعوا للماجستير ماكسيمم 20,000 يورو في سنوات الدراسة. فعجبتني شديد يعني، فكنت بحثت في الجامعات، كان المجال اللي هو بيستهويني في الزمن ذاك لما كنت ببحث هو مجال صناعة كواشف الإشعاع اللي هو إلكترونيكس ونيوكلير. فلقيتها كان في الجامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، وقدمت للجامعة ما لحقت، كان التقديم الأول في الدفعة الأولى، فقبلوني في الدفعة الثانية في المنحة بتاعت ماري كيوري. المنحة جميلة شديد، لأنه بعد سنتين من الماجستير، بعد سنتين من الدعم للماجستير، هم بيدوك فرصة تدريب لمدة سنة في كثير من المراكز البحثية اللي هي مختصة بالمجال النووي والإشعاعي. ممكن نواصل في بعدين إن شاء الله. طيب كده ابدي لنا شويه من ورا، انت كيف اصلا يعني اخترت المجال ده بتاع الهندسه النوويه ده؟ صراحه كده مجال كده تقشعر له الابدان، يعني الزول ما اسمه هندسه نوويه وبتاع طوال بيجي في باله اسمه شنو ده، التسربات الاشعاعيه وشيرنوبيل وما اعرف شنو ده، اللي الزول المطلع ما مطلع ده بموت ساي طبعا. فشنو الهندسه النوويه دي؟ شنو خلاكم تختاروا اصلا؟ سبحان الله، انا بالنسبه لي قصه غريبه، لان انا كنت صغيره كنت اقول يعني لما يجي مثلا استاذ في الفصل ويقول عايزين تبقوا شنو لما تكبروا، فانا كنت بقول انا ما عارفه، لانه
كل الناس كانت عندها اجابه الا انا الانسانه. فصاحبتي انا بتذكر كنت بقول مره قلت للبنت اللي جنبي قلت لها انا ما عارفه انا عايزه اكبر شنو. هي قلت لي يا اخ قولي مهندسه دكتوره قولي كده بس الموضوع يعني. فالموضوع كان ماكل معي شديد. فكنت يعني حتى برجع لامي وابوي بقول لهم عين وانا ما اعرف نفسي عايزه اكبر شنو. ابوي بيقول لي انا عايزك دكتوره، بقول له لا انا ما عايزك بكوبي، انا عايزه اعمل حاجه برايي بحب كده. فقام ابوي قال لي يعني انا ما اعرف، لكن انا بكون فخور جدا لو بقيتي لواء طبيب تبيان، وحكون يعني دي حاجه انا بحلم بيها وكده. وسبحان الله في يوم من الايام سمعت بزول انه الامه الاسلاميه بتحتاج لعلماء نوويين، لانه ده الفقر اللي هو عندهم، اللي هو احنا ما عندنا ناس اللي هم متخصصين في المجال النووي كتار. فقلت خلاص انا عايز اقرا نوويه. والزمن ذاك كان 2006، 2006 اصلا ما كان في قسم هندسه نوويه في السودان. فسبحان الله يعني ربنا سبب الاسباب، ولما جيت انا امتحنت الشهاده كانت كنت انا الدفعه الرابعه هندسه نوويه في جامعه السودان. واثناء القرايه زي ما قلت لكم ما كان في دعم، في كان تسبيط، لكن الحمد لله ربنا يعني زول كان جواه يقين كده انه المجال ده هو المستقبل بتاعه. يعني انا بالنسبه لي انا تبيان ما حكون غير مهندسه نوويه. الحمد لله ربنا وفقنا. لا ممتاز جدا جدا. طيب دارس، هل انت نتيجه القبول ودتك هناك ولا انت من الهندسات كلهم قلت لا لا بس دايره دي؟ يعني كان ممكن تخشي كهرباء، ممكن تخشي كيميائيه، ممكن قلت لا بس دايره هندسه نوويه. ده سؤال. ايوه انا كنت سبحان الله اصلا كنت بحبها زي ما قلت لكم من 2006 امتحنت 2012. فكنت اصلا وانا بقرا وبساهر كنت بس في بالي الحلم. يعني انا في حلمي هندسه نوويه كانت الزمن ذاك مكتوبه في الدليل ب 87، انا كنت خلاص انا جبت 90. وسبحان الله جبت 90. لما جبت 90 يعني طبعا كل الناس بتيجي تقول لي عيني انت درجتك دي كبيره شديد على التخصص اللي انت عايزاه، فشوفي مع ولد فلان ما اعرف ولا بنت فلانه مشت قرت التخصص ده وجابت قروش وبتاع. فانا كنت بقول لهم لك انا ما شايفه نفسي، انا دايره ابقى مهندسه نوويه، حتى لو النوويه دي كانت ب 60 وانا جبت 90 انا عايزاها. فالحمد لله يعني ممتاز ممتاز جدا. طبعا الشغف ده هو اللي حيسوق الناس للنجاح كله. طيب انت قاعده في جامعه السودان مساعد تدريس مش كده؟ لكن بعدها ده كان بارت تايم جوب. الوقت اللي جيتي فيه المنحه الوقت كنت شغاله بارت تايم جوب مع الجامعه، وفي نفس الوقت في جهاز الرقابه للمواد النوويه الاشعاعيه. الجهاز عندنا جهاز زي ده في السودان؟ طيب لازم هو في جهاز الرقابه للمواد النوويه الاشعاعيه في السودان وفي اي بلد في العالم، لانه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه هي تبع للام بي تي النون بروليفريشن تريتي، هي كفلت بانها هي تضمن البيسفول يوزز للنيوكلير انرجي في كل انحاء العالم. فبيجي الفكره انه في مخاطر يعني معلش نفرتك الكلام ده عشان بس في شباب صغار بيكونوا ناس الثانوي وبتاع ده ما بيكونوا عارفين اللي هي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه عندها معاهده بتاعت نزع الاسلحه النوويه مش كده؟ او عدم الانتشار هي منع انتشار الاسلحه النوويه وفقا للمعاهده دي بقت عندها مكاتب في كل الدول صح؟ يلا المعاهده اصلا بتقول انه اي دوله ما عندها قنابل نوويه ما تسعى انها تمتلك القنابل، والثاني اي دوله اللي هي مالكه الاتقانه ما تديها لاي دوله ما عندها، لكن في المقابل اي دوله هي ما عندها قنبله نوويه احنا بنوفر لها انها هي تقدر تستخدم التطبيقات السلميه للطاقه النوويه. اللي هي زي شنو؟ الطاقه، او مثلا لو حمان الله يعني وربنا يعافينا كلنا لزول عنده كانسر، فالكانسر تريتمنت، في برضه سبر الابال بتاعه البترول بيعرفوا الكونتنت بتاعه التربه بسورس، وبرضه في المصانع زي برضه في الفضاء بيجي عندها يعني كميه من التطبيقات في شديد في الفضاء، داخله في تطبيقات كثيره، تحلية المياه برضو يعني كمية من التطبيقات. ممتاز. لكن أشهرهم طبعا أقدر أشهر تطبيق اللي هو توليد الطاقة الكهربائية مش كده؟ أيوة. الطاقة النووية. نعم. ممتاز. طيب ها أنت قاعدة في المكتب ده ومساعدة تدريس جامعة السودان ودعاونا، عرفتي بأنه والله في منحة، المنحة دي متطلباتها شنو؟ مطلوب عليها شنو؟ هل أنت كنت قاصد المنحه دي ولا اي منحه بس والسلام عشان خارج من السودان؟ هو معظمنا كان هو نفس الاحساس اللي هو الوضع في السودان كان مؤلم شديد، ف كنت بجد نفسي اطلع، لكن في نفس الوقت ما كنت عايزه اطلع اللي هو لحته انا ما بحبها، يعني ما امشي واقرا نوويه لكن لانه نوويه مليانه بالتخصصات ما كنت قادره ادخل التخصص اللي انا ما بحبه
وبعد ذاك لانه زول لو ما عمل حاجه بشغف ما حيقدر يواصل يعني اخرته ممكن يخلص الدرجه العلميه. فكنت بفتش كثير كثير. في كانت فرصه في فرص في ساوث كوريا لكن انا كان المجال ما لكن المجال ما كان هو المجال اللي انا انترستد فيه واللي هو كان عن سيفتي وكده. فيما كان في المنحه الصينيه برضو ما حسيت انه انا انترستد. قدمت كان في تركيا عشان بس اي كلام لكن الحمد لله انهم ما شالوني يعني. بعدها شفت المنحه دي وكانت ميزتها انه شوف الحته اللي انت عايزها وقدم وجيب القبول واحنا بنتكفل بك. فده كان احسن حاجه بالنسبه لي. ففتشت المجال اللي انا بحبه اللي هو الامن النووي ومعه تصنيع الكواشف الاشعاع فجبت القبول وديتهم له والحمد لله اخذت المنحه. الحمد لله. طيب متطلبات المنحه شنو وبعد ذلك طريقه التقديم لها كيف؟ طيب المنحه برضه انا كان بدي اقول لدكتور انور انها هي ما بتشمل بس يعني زول ما اللي يكون هو دارج هندسه نوويه في الماجستير لا يعني اي مجال هو له علاقه بالتطبيقات السلميه للاشعاع بيدخل فيه ولو هو ناس اللي هم قارين اشعه اللي هم الناس اللي قارين طب نووي ناس فيزياء طبيه وحتى تشتمل على المجالات اللي هي حتى ما تقنيه ما تكنيكال اللي هي زي مجال العلاقات الدوليه. فانا بعرف بنات هم قاعدين يقروا علاقات دوليه لكن الفوكس بتاعهم حيكون اللي هو للشغل بتاع نزع الاسلحه او عدم انتشار الاسلحه النوويه فهم اخذوا المنحه مع انهم هم ما عارفين عن الطاقه النوويه كثير. في ناس اللي هم برضو قروا لو ودي واحده انا بعرفها نيجيريه قاعده تقرا في المانيا بتقرا قانون وشالوها في المنحه لانها قاعده حتتخصص بالقانون النووي. فاي حاجه هي مرتبطه بالتطبيقات بتاعت المجال النووي حتى لو الناس اللي هم في مجالات ما تقنيه داخله في المنحه. ممتاز ممتاز. طيب المتطلبات شنو كان عشان يقبلوك؟ طيب المنحه متطلبات تحت شيء ويب سايت ولا حاجه زي دي؟ طيب ايوه عم سليمان هنا طوالي جدا داخل في الموضوع قال لك ممكن تورونا طريقة التقديم. وظب الناس هاي الواحد بيكون بيجابد والميجا بايتات قربت والكهرب والما أعرف شنو داير يعرف زي يقولوا الأخيرة الزيت الزيت هاي. فالزيت في الموضوع أنه تمشي شوف لك قبول في جامعة أنت حبيها لكن تراعي أنه الجامعة دي رسوم التقديم بتاع رسوم الماستر كله ما تكون أكثر من 20,000 يورو لأنه هم ما بيدفعوا أكثر من 20,000 يورو وعايزين قبول ما يكون اللي هو مشروط يعني مثلاً والله unconditional unconditional فهم ما دارين اللي هو أنه والله إحنا ديناك لكن نعمل آيلتس لا كده ما حيقبلوا هيشوفوا زلان اللي هو عنده unconditional وحيدوه المنحة. فبس في طعم ممكن يعني أنا بعرف في بنات واحدة في سوريا بتقرأ في جامعة في بلدها وماخذ المنحة في نهاية يعني في ناس اللي هم ما عندهم خيار أنهم هم يسافروا برا فما لازم هم يسافروا برا حتى لو هم بيقروا في السودان فيزياء طبية طب نووي ميديكال فيزيكس أو حتى انترناشنال ريليشنز كله ممكن يقدم يعني للمنحة. بس هو يكون اللي هو يا إما هو أصلاً قاعد يقرأ في الماجستير يا إما يا دوب يتقبل في الماجستير. أوكي ممتاز. حتى لو آخر سيمستر ممكن هم أنا بعرف بنات قدموا في آخر سيمستر. أوكي ممتاز. طيب محتاجة آيلتس ولا ما محتاجة؟ ده سؤال مهم. يلا هم ما عندهم علاقة بالآيلتس عندهم علاقة الجامعة بس هي اللي عندها علاقة يعني الجامعة لو الزول هو قدم لها هي محتاجة الآيلتس فمعناه الزول هو محتاج الآيلتس. أنا مثلا قدمت في الجامعة بتاعتي بوليتكنيكو دي ميلانو الجامعة دي بتتطلب أنه أنت تثبت لهم أنه أنت قريت في الجامعة بالإنجليزي فما احتجت لآيلتس لكن ممكن زول تاني يكون محتاج آيلتس على حسب الجامعة. طيب لو الزول قال والله يا اخي انا الجامعه بتاعتي بالانجليزي هو انجليزي ويك يعني مشى هناك دخل ويتورط ها زي دي بحلوها كيف؟ في كيس زي دي؟ ما لاقوني والله السودانيين كلهم قاعدين هنا حتى لو هم ما عندهم ايلتس انجليزي وبيمشي لانه في اوروبا على عكس ما احنا كنا متخيلين انا وعفوا كنا بنتكلم في انه احنا متخيلين انه الاوروبيين ديل هم الخواجات فالزول بيقعد كده بيمشي لدول اللي هي ما بتتكلم انجليزي بيلقى نفسه هو احسن زول قاعد يتكلم فيهم واحسن من البروف ذاته. فالانجليزي ما حاجز. اوكي ممتاز ممتاز جدا.
طيب شنو مطلوب برضو من ناحيه التخرج؟ هل مطلوب التخرج يكون بالدرجه الاولى، الدرجه الثانيه العليا، ما اعرف شنو؟ دي برضو متطلبات جامعه؟ على حسب الجامعه ايوه، هم كاتبين انهم هم بيفضلوا الناس اللي هم ماخذين درجات عاليه اللي هم من 3 لفوق، لكن في نفس الوقت انا بعرف ناس اللي هم شالوهم وهم جايبين اقل من 3. هي بتقبل الفكره لانهم هم الفند ذاته عاملين له 100 بيت في كل انحاء العالم كل سنه، وممكن الفند يكون اكثر اللي هي 150 بيت، فلما يكون الفند اعلى الاوبورتيونيتي بتكون اعلى، هم على حسب بس اللي عندهم. في نفس الوقت ممكن الاكسبيرينس هم برضه بقدروا الاكسبيرينس شديد. يعني الزول لو عنده خبره حتى والله لو متخرج بمقبول بجيد بشنو وعنده خبره، دي بتكون حاجه كويسه بالنسبه له. بتكون بلس ايوه، لانه هم حيسال بيسالوا الزول يتاكدوا هل هو فاهم نفسه هو ماشي لشنو، ولا هو بس عشان اللي قالوا منها عايز يقدم. فعلا ده سؤال مهم جدا لان الموضوع متخصص جدا نووي. طيب في فورم بيتعبى ولا كده ولا أيوه. والتوصيات بتاعت الاساتذه الدرسوه في الجامعه، ده سؤال محمد سليمان. تمام طيب انا ده اكيد انه صح، نسيت اقول ان المنحه للبنات بس حقتي. الله محمد سليمان نبقى وارقين يا اخوي. هي يعني مين حمقصد بها البنات فقط؟ أنا كنت قلت لكم في البداية أنهم هم كانوا قاعدين يكثروا البنات في الوكالة. أنا الكلام جه مرة علي لكن ما قالوا جادي الموضوع كذا الدرية. أي بالذات هم سموها ماري كوري على المرة يعني. أيوه أوكي. أنا أقول ماري وبييرو. يعني هي حاجة بتاعت ويمن إمباورمنت وكذا يعني ويمن إن ساينس وكلام زي ده. طبعا هو الزمن ده يعني كده النسوان بيجوا عندهم اليد العليا اكثر من اللازم لا واضح ما في شيء. انا عندي فوانيس بتاعتهم يعني. طيب ده كلام كويس. المنحه بتاعتك برضه عفراء نفس الحكايه للنساء بس؟ لا 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 المنحه للبنات حتى ممكن ها؟ لا على الولاد والبنات، وحتى لو انت فاهم المجال هو ممكن تقدم يعني عادي. اوكي ممتاز، يعني المنحه بتاعتك شويه ما فيها هناي فيها فرق للشباب. محمد سلام ما تمشي اقعد. طيب ده كلام كويس جدا جدا. تبيان يا ريت لو قمتي شيرتي معانا الشاشه عشان الناس تشوفوا الويب سايت، وخدتي لنا هنا في الشات عشان نشيره مع الناس في الفيسبوك برضه. حاضر يلا شير سكرين. طيب شايفين الشاشه؟ ايوه شايفين الشاشه. الموضوع بسيط جدا. طيب ممكن تعملي بس كوبي للعنوان ده وتحطي لنا في الشات هنا؟ حاضر. فبالنسبه للريفرنس ليترز هنا هم عندهم فورم المفروض الزول اللي هو حيعمل ريكومنديشن ليتر يعبر الفورم كويس لكل الناس. قاعد ارسل فيه ولكن ما عارفة ليه ما مشي. الانترنت كان بيقطع شوية قبل شوية. هاي كان في مشكلة. Everyone in the meeting. بتوقع يلا كده هتكونوا اخذتوها. يلا المنحة هي بتفتح من يوم من نص شهر 7 لحد 30 شهر 9. يعني احنا فوتنا التايم ويندو بتاعت المنحه. يعني الناس جايزه أيوه. السنه الجايه. للاسف والله، لكن في نفس الوقت الحاجه الجميله انه اصلا هي المنحه. لانه اصلا يعني التجهيزات بتكون قبل سنه للمنحه، تفتش الجامعه اللي انت عايزها دي، لانه انا بالنسبه لي كنت قاعده افتش على جامعه فيها التخصص اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت القروش اللي المفروض تدفع عليها كثير. فانا بقول لك مثلا ما تكون كثيره، لانه مثلا لو انا كنت اخترت مثلا يو كي ويو اس اي ده اول حاجه لما كنت خلاص انا عايزه، فديل رسوم التقديم تحت رسوم الجامعه ذاتها هي اكثر من رسوم المنحه. فلو قررت اني اخذ المنحه قليله، وفي نفس الوقت مرات بتحكم رسوم اللي هي المعيشه ذاتها كيف، لانه هنا هي لانه هو بدك 5000 في السمستر، 5000 يورو في السمستر، 5000 يورو في السمستر في دولة ممكن تعيش الزول الملك، وفي دولة ثانية تكون ولا شيء. ف ممكن تكون حسابات على اساس انه الزول يختار البلد المناسبة وكذا. يعني انت عملتي هوم وورك على اساس انه تعرفي ذات الحتة اللي حتمشيها حتكون يعني
المستوى المعيشي بتاعها بيقدر يكفيك ال 5000 يورو دي. ايوه هم دي حاجه دايره جهد يعني مش كده؟ غالبا الظلم الانترنت بتاعك بيقطع شويه هتبيان. ما سامعني كويس. الصوت بتاعك بريكنج كده. الانترنت بقى ضعيف. ستوب شير. لانه انا عامله. طيب هسه كيف؟ وقف الشير وقف الشير. وقفته ايوه. هسه كيف؟ اي بس وقف الشير لانه بس انت عامله شير للشاشه بتاعتك زاد. تمام كده كده تقريبا كده تقريبا يعني الحاجات الاسئله الممكن البديهيه الحاجه المطلوبه اللي هو يكون تعرفي الجامعه اللي انت ماشاه تلقي فيها قبول غير مشروط. نمره اثنين الجامعه دي طبعا بيكون عندها متطلبات معناها الحاجه دي فيها فاريابيليتي في جامعه تكون دايره ايلتس في جامعه تكون دايره ايلتس في جامعه تكون دايره ايلتس درجه وفي واحده ثانيه يعني الكلام ده في فاريبل لكن التخصص هو اللي بيحكم. نمره اثنين انه والله يفترض انه تكون الحته اللي حتعيش فيها انت ده وحتقرا فيها يفترض انه لحد ما تكمل ماجستير ما تصرف اكثر من 20000 يورو. ايوه كده. الحاجه الثالثه تكون تكون فيميل تكون انثى لانه المنحه دي بتاعت النساء بس مش كده؟ ايوه وهي بتبدا من شهر 7 التقديم لها لحد شهر 9. ايوه تمام. في اي معلومه اضافيه عن المنحه دي يفترض انه البنات يعرفوها؟ بس هي انه زي ما قلت انه هم عندهم فرصه تدريب في اي حته الزول هو عايزها ودي في اي حته ممكن تاخد تدريب في اي انترناشونال اورجنايزيشن انت عايزها فدي فرصه كبيره شديده انه الزول يكون عنده 1 year experience in international organization يعني لو هو دار يشتغل في يو ان او في منظمات كبيره. في نفس الوقت هم بيدوك نتورك ممتازه بيوروك الفرص المفتوحه للشغل في اي حته. بيدوا البنات برنامج تعريفي عن مجال الامن النووي اللي هو بيستضيفوا الزول في فيينا لمده اسبوعين. الاسبوعين بيكون هو تدريب عن الامن النووي لانه البنات في المجال بتاع الامن النووي ما كتار. وفي نفس الوقت هو فرصه لانه الناس تتعارف يعني البنات اللي هم مقبولات من كل انحاء العالم على بعض. فدي واحده برضه من الفرص اللي كنت داير اقولها. خلاص شكرا جزيلا. ممتاز جدا ممتاز جدا. نشكرك يا تيبيان على طيب في حاجه ثانيه برضو اللي هي حاجه ممكن تلفت الانظار لاي زول بتاع انت اسي بيت براكي مشيتي هناك اوروبا ومنقبه هل الكلام ده في اي كونسرن لو في واحده منقبه قاعده تشوف فيكي تقول يا اخي والله الزوله دي مشت هناك يا سلام انا ذاتي والله حقدر امشي وكذا وبتاع هل في الحياه دي الموجوده اسلاموفوبيا اللي هناك موجوده في رسائل الناس موجوده ولا والله على قولك هي موجوده في رسائل الناس يعني انا بالنسبه لي كنت خايفة قبل ما أجي شديد 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 وبالذات لأنه الناس كان بيقول لي ديل هم ناس وريسيست ومعارف والإسلام ونقاب كمان نقاب بكثير شديد فأنا كنت بجد خايفة شديد. لكن ماما قالت لي عيني يا تبيان أنت لو هناك حسيت الموضوع ده بيسبب لك مشكلة بعد ذاك أنت ممكن تشوفي أن الموضوع ده هو لا يعني ممكن تفكر في حاجة ثانية لكن في أنت شوفي في البداية حيحصل شنو. قريت في اللوز بتاعتهم وسألت الدكاترة وسألت الطلبة وقلت لهم هل في قانون بيمنع البيت أنها هي تلبس نقاب لأنه أنا منقبة فقالوا لي ما في أي شيء. فلما جيت بالعكس هو هم ناس يعني بزاد الإيطاليين هم في الأوروبيين هم ناس بجد ويلكمين شديد وبيحبوا الناس وبيحبوا يتعرفوا على الناس. فهسي قاعدة لي 6 شهور بصراحة حصل لي كيسين ما في الجامعة الطلبة بيحبوني يعني لأنهم هم شايفين أنه دي زولة مختلفة والدكاترة برضو. لكن كان في كيس اللي هو في السكن غالبا الناس اللي هم النفرين الان اللي لقيتهم ديل هم ما بيعرفوا يتكلموا انجليزي وهم انفعلوا كده انا ما عارفه كنت زعلانين هم ليه يعني. فقمت انا فكرت في راسي انهم هم يعني ما بيعرفوا ايطالي فهم حيكونوا مغلقين على النيوز اللي هم الكبار اللي بيحضروا الاخبار يعني. فبس لكن انا قاعده في المدينه اللي انا قاعده فيها ميلان بالجامعة والمدينة اللي ساكنة فيها كومو الاثنين هم مدن سياحية فالناس عادي متقبلة يعني ما عندها أي مشكلة. ده كلام ممتاز. الله أتمنى لك كل التوفيق السعادة والرفاه وترفعي راسنا إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله. يديك العافية. الله يسلمك. طيب ننتقل الآن لعفراء والمنحة الثانية المنحة في 3 جامعات منحة في 3 جامعات يا أخواننا يعني شنو أقول لكم دي
دي حاجه ظريفه جدا جدا صراحه يعني. نظام ثلاثة أنفار من ثلاثة جامعات مختلفة يتكلموا وأنت بتكون لسه دفعتك النازلة. طيب عفراء مرحبا بك، يا ريت تعرفين عن نفسك وبعد كده تكلم عن المنحة بتاعت إيراسموس دي. تفضلي. أنا عفراء عبد الرحمن، تخرجت هندسة ثانوية 2018، وبعد تخرجت طوالي أهو شفت الخدمة، كنت الخدمة في الجهاز الرقابي مع تبيان، لكن تبيان كانت اشتغلت في الزمن ذاك برضو. في نفس الوقت كنت برضو مساعد تدريس جامعة، وكنت بفتش مناح وكده، وفي نفس الوقت كنت بقرأ في المعهد الفرنسي في شارع السيد عبد الرحمن. ففي المعهد الفرنسي لقيت يعني كمية من الناس تقدموا منح ومشوا وجراجعين، ويعني ما شاء الله مجتمع ما شاء الله يعني كويس فيه. فكان في مسؤول من السفارة، هو مسؤول عن التعاون الثقافي والفني، كان مرة جاء وقال إن هو يعني متكفل إنه يعني يساعد الناس إنه يقدم لي منح، بس أنت توريه التخصص بتاعك. فأنا قمت اتكلمت معاه وكده، قام قال لي في فرصتين في فرنسا، وقام قال لي في حاجة اسمها إيراسموس، دي حاجة يعني كويسة شديد. قام قال لي إنه هو برنامج جديد وبدعم الطلبة وكده، وممكن تقدم فيه. هلو سامعني؟ أي سامعني؟ لا لا تمام معاكي، السرد بتاعك ظريف وبنسمع. ايوه، فقام قال لي انه خلاص، قام قال لي الهندسه النوويه دي موضوع صعب شديد، انت عارفه السودان وعارفه هنا، لكن قام قال لي يعني ما في مستحيل، انا برسل لك، اديني الايميل بتاعك، برسل لك اللينك وانت قدمي. قال لي ما في حاجه مستحيله. قمت شلت اللينك وقدمته اول مره. اول مره حصلت على جوجل صراحه في المنحه بتاعتي، هي اسمها ايراسموس مندوس جوي ماستر ديجري، هو اللي هو ماستر مشترك. الفكره بتاعت ايراسموس مندوس اصلا هي انه هي الاتحاد الاوروبي فاتح المنح دي، هي كمنح للتعاون بين الدول، بين اتحاد الدول الاتحاد الاوروبي. فهم بيكون اقل شيء جامعتين او ثلاثه متعاونين مع بعض، فيهم هو يعني من نفس التخصص، بيفتحوا انه هم مثلا ماستر في الاول، الماستر الاول بيكون في الجامعه الاولى والماستر الثاني بيكون في الجامعه الثانيه، بيكون مشترك بيناتهم. في النهاية أنت بتحصل على درجة ماستر من جامعتين أوروبيتين. فأنا المنحة بتاعتي هي اسمها سارينا، اسمها Safe and Reliable Nuclear Application، وهي فيها تراكين، في تراك بتاع النورث اللي هو التراك بتاعي بتاع النوكلير أبليكيشن، وفي التراك الثاني بتاع الويست مانجمنت. أنت بتقدم عادي، ممكن تقدم للاثنين ما مشكلة. في عندهم منا فرصة إنك يقبلوك في الماستر من غير منحة، وفي فرصة إنهم يقبلوك بالمنحة قبل الأساس. فإذا تقبلت من غير المنحة هتضطر إنك تفتش على 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 منحة تانية. ممكن تقدم، هم خاطين خيارات، ممكن تشوف مثلا في الدولة بتاعتك إذا عندك مثلا في الوزارات في أي منحة من الدولة بتاعتك تدعم الطلبة، أو ممكن تقدم برضو لنفس المنحة حق التبيان إذا كنت بيت، ممكن تقدم للمنحة بتاعتها. برضو في منح كثيرة في الاتحاد الأوروبي تانية ممكن تقدم فيها، فهم خاطين لك الخيارات في الموقع بتاعهم إذا أنت تقبلت. ألو معليش، ده الموقع؟ ايوه ده هو زادو، عشان بس اقول أيوة. عشان تتكلم انت. ايوه ده هو الموقع. ف الحلو ان هي بس معنى نيوكلير، كل التخصصات ممكن تلقاها هنا. أوكي. انت ممكن تعمل بحث، لو دخلت على الكتالوج، عندهم كتالوج كده، لو دخلت فيه ممكن تكتب التخصص بتاعك وتكتب اي حاجه، تعمل فلتر يعني. ممكن تكتب والله لا قبل شويه ما عارف هي فوق في الباراجراف الاول تقريبا. لا ايوه انا تمام، ده الكتالوج. نعمل سيرش هنا. يلا ايوه بتدخل انزل تحت. لا انزل تحت شويه. اوكي صح، ايوه هو بيشرح هنا، وهي ممكن هي تعمل فلتره، تكتب مثلا نيوكليير، تكتب ميديسين، ممكن تكتب اي تخصص بتاعك مثلا الكلمه الاساسيه فيه، بعدين تكتب الكانتري اللي انت عايز يكون فيها، لكن دي ما ضروري شديد يعني، لانه هم بيكون هم بيختاروا كم دوله، فانت ممكن تخليها مفتوحه يعني. بعد ذلك ممكن تكتب ايوه الكريديت اللي عايزه كم، ممكن تكتب الجامعه، ممكن تكتب الكريديت والحياه دي السؤال عرفها كيف، دي ما ضروريه كلها، لانه انت في النهايه اذا ماستر 120 يعني معروف في اوروبا الماستر 120، ممكن طبعا تدخل سنه واحده او كده، فده موضوع ثاني، لكن يعني معروف 120. ممكن ما تكتب الحياه دي بس تكتب الاسم مثلا نيوكلير، اعمل سيرش بتلقى كل ال افترض انه يظهر ساينا. ايوه ايوه
فبيجيك كل الماسترات اللي ممكن تكون في الاتحاد الاوروبي والمدعومه يعني حتى ايوه ده اخر واحد ده حقي اسمه دخلت ايوه اسمه سارينا ادخل سارينا عليهم في بس فرنسا المنحه وفي بتاعت البروجرام ده هم دايما الاتحاد الاوروبي بيكون عندهم البروجرام بيكون من في سنين محدده هو كان من 21 ل 25 عندهم مشكله انهم هم اخر سنه الجايه دي ما هيقدروا يدوا سكولرشيب عندهم اوفرلاب في برامج فبس ما هيقدروا يدوا لكن ممكن الناس يقدموا عادي ويعني يفتشوا سكولرشيب ثانيه غير حق الاراسمس ممتاز جدا جدا. معناها دي المنحه بتاعتك و عندي حبه مداخله عفرا كان بدها تحكي حاجه لكن نسيتها عفرا السنه الاولى حصل شنو ادق قبول والسنه الثانيه حصل شنو الفرق بين السنتين اللي قدمت فيهم ايوه السنه الاولى ايوه حصلت على قبول من غير منحه فتشت صراحه كميه من المنح بس ما لقيت فبرضه السنه الثانيه يا هو قدمتها والحمد لله اتقبلتها قصدك شنو تبيان قلت شنو قبل قصدي كده بس يا اللي هي يعني الناس ممكن تتواصل يعني ما تتقبلوا كده ولا شنو؟ يعني انا قصدي ان انت ممكن تتقبل ويا هو ما تحصل على سكولرشيب الموضوع صعب من غير سكولرشيب لان انت مفترض انك تسافر بين كم دوله وسكن وعيشه الموضوع صعب شديد وبعد برضه المصاريف بتاعت الجامعه نفسها يعني اللي هي ممكن تكون 9000 يورو ممكن تكون كثيره فليزول يعني كده انه هو اللي يكون مخطط طيب بالنسبه لتبيان قالت السقف بتاع الماجستير كله الفتره بتاعته 20000 يورو هل في سقف بيجاه برضو؟ لا لا هنا اذا انت حصلت على السكولرشيب هم بيدوك 49000 يورو يا زول حسب البرنامج في الخليج عديل ده شنو ده؟ طيب حسب البرنامج هم بيدوك هسي هم زادوا زياده كمان يعني حسب البرنامج وحسب كل جامعه مثلا الفي بتاعتها كم لكن هم بيدوك لها كاش في يدك يعني هم بيقول لك انه المنحه دي هي 49000 بعدين بيدفعوا الرسوم بيدوك مرتب شهري بيدفعوا لك برضه حق السفر يعني فهي فيها امتيازات كثير صراحه ممتاز جدا جدا. لكن قبل كنت تقدر تزوغي من السيمينار ده على اساس انه المنحه ذاتها ما حتجيبه لو دخلتي وقفلتي الباب وراك شلتي المفتاح في الشباك صح اي كان بتعمل كده ها لكن هسه بجد هي فتحت اوبورتيونيتي كبيره حقت ايرازموس صراحه ما في زول انا غيرت على نفسي ما كنت سامعه بها قبل عفراء ممتاز ممتاز جدا جدا. طيب قلت لي اصلا المنحه دي اول شيء في ثلاثه جامعات السقف بتاع التمويل بتاع 49000 يورو و ما اسمه شنو ده بالنسبه للمتطلبات بتاعت الجامعات برضه نفس الحكايه الجامعه هي اللي بتطلب الايلتس والبتاع ولازم تلقي قبول قبل ما تجي ورينا في الحتات دي كيف هي الترك يلا لما تيجي تقدم لإيراسموس عموما إيراسموس هم بيطلبوا انك انه الجي بي اي بتاعك يكون اعلى من 3 يعني لازم تكون انت خلاص واو برضه بيطلبوا انه ايلتس لكن لما تيجي تقدم وبتلقى انه في ناس عادي الجي بي اي بتاعهم ما 3 بس زي ما قالت تبيان الخبره بتلعب دور كبير شديد انت لما تيجي تكتب الموتيفيشن لتر لازم انك انت يعني زي ما بقول تصور نفسك ويعني تدي الناس ان انت خلاص يعني انت حتى لو انت ما درجت كويسه انت برضو عندك كده عايز تدي وبرضو عندك حاجات عملتها ويعني كده يعني لازم توضح بطريقه كويسه يعني فالجي بي اي مهم لكن ما يعني الموتيفيشن ده اهم صراحه الموتيفيشن ليتر ده ما هو ده الاساس يعني بتاع القصه في المنح خصوصا انه المفترض انه الموتيفيشن ليتر تكتب ثلاثه مختلفين لجامعات مختلفه ولا شنو؟ لا 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 التقديم انت بتقدم بس لسارينا اللي هو البرنامج اسمه سارينا فهم الثلاثه جامعات دي هم بيرسلوا لك الكل جاهز اي حاجه عندك كوردينيتر بيظبط لك كل حاجه انت بس عليك انك تقدم بس لسارينا اوكي البرنامج نفسه وسارينا بعد كده بيختاروا لك الجامعات الثلاثه اللي حتمشيها ولا الجامعتين ولا كده الجامعات اصلا هي متعاقدين معاها متفقين يعني مظبطين البرنامج كل حاجه مظبطه يعني من بدري من اول سنه عملوا فيها البرنامج هم اصلا يعني الحياه دي ثابته تتغير نفس الجامعات اذا انت من التراك بتاع النيوكلير ابلكيشن والرياكتر ابلكيشن تمشي على فرنسا فنلندا سلوفينيا
اذا من التراك بتاع الويست مانجمنت تمشي فرنسا وبعدين اسبانيا وبترجع ثاني فرنسا. ممتاز ممتاز جدا جدا ممتاز جدا جدا. والفتره بتاعتها هي سنتين مش كده؟ هي سنتين ايوه. بس يا هو الثلاث سمسترات بتبدا في جامعات مختلفه، اخر سمستر هو انترنشيب تختار اي دوله تعمل فيها اي معهد اي شركه اي حته في فتره بتاعت الانترنشيب. طيب احنا هنقوم نطلب منكم انكم ان شاء الله تقوموا تساعدونا في المرشد للمنح الدراسيه. انتوا عندكم فكره عن المرشد بتاع الباحثين السودانيين مش كده؟ ايوه انا عندي عنه فكره. ممتاز جدا جدا. المرشد ده طبعا عباره عن يعني ملف بيتجدد كل سنه، ويفترض انه المنح اللي ما كان عارفينها قبل كده الناس يعرفوها، يا هو عبر الناس اللي اخذوا المنح دي. فالمنح الموجوده هسه حاليا في المرشد وهو الملف ده، الملف بتاع بي دي اف فيه كمية بتاعت منح هسه موجودة حاليا، والناس الكاتبينه كاتبين المرشد هم ناس اخذوا المنح دي سواء كان في كوريا في ايطاليا في انجلترا في كده. لكن احنا عارفين انه المرشد في الفيرجن الاول بتاعه النموذج الاول اللي طلع كان يعني يتكلم عن يمكن قولي 5% 10% من الحاجات الممكن الناس تاخذها. تمام. فطبعا ده الفريق بتاعه، شكرا جزيلا للاستاذه ايناس السير مبارك، هي كانت القائده بتاعت فريق المنحه. وفيه كلام كثير جدا، التصنيف بتاع الجامعات وانواع المنح والى اخره والحياه المطلوبه برضه. هنا ده برضه بنحتاج منكم مساعده في موضوع البيرسونال ليتر والانتنت، الليتر اوف انتنت والحياه زي دي، لانه بيخط نماذج الناس ممكن تستفيد منها. بنقول لهم ما تنقلوها بالضبط، لكن دي نموذج، ده نموذج ل حاجة فازت أخذت منحة قبل كده. وتكلمنا على نعم عايز أقول لك بس أنه يعني الحاجة دي بتعتمد على الزول بذات الرسالة، يعني هو الزول لو عبر بس عن الحاجة اللي هي خلته الدافع اللي هو دفعه للماجستير دي ها كفاية. فأنا غايته بعدين يعني الناس طبعا بيقولوا لي تعالى اكتب لنا رسالة الدافع في الحاجة دي مؤلمة. أي لا لا هو زول بالضبط، لازم توري الناس، توري الناس انه والله لو نقلت انت حاجه ده حاجه بتاع زول ثاني ما تعبر عنك. وفي انترفيو عندكم انتم مش كده؟ المنح لا 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 ما في انترفيوز، لكن في النهايه يعني هو البيجر بيحس انه الزول ده هو ما عارف، هو هم غالبا بيقولوا ما عايزين كوبي ده الناس الجامعه يعني. لا لا اصلا مؤكد ما انا حزتها من حيث زول على الكوبي، لكن بنقول انه لو في نموذج ما بالمثال يتضح المقال ولا شنو؟ تمام. دي المنح الموجوده يعني مغطيه. طبعا لما نقول ميريت سكولرشيب في السويد ما معناه انه غطينا السويد كلها، غطينا والله جامعه محدده في السويد ولا حته ولا منحه محدده في السويد اخذوها ناس. اول منحه بتاعت الحكومه السويديه للسودان، لكن في منحه بتاعت الجامعات، في منحه بتاعت ريسيرش جراند، في منحه بتاعت اللي هي منظمات زي المنظمه بتاعت الطاقه الذريه وكده. فدي كل مره نحن بنحاول نحدث الدليل ده، في منح في الهند وانديا او في قطر واسبانيا. المهم بتلقوا انه نفس المنح اللي اتكلمتوا انتوا عنها دي بالضبط ما موجوده هنا. فالتحديث بتاع المرشد ده دي حاجه جهد جماعي، بنطلب من الشباب دائما زيكم الرائعين انه اخواننا يعني حدثوا الكلام ده على اساس انه الناس اللي يجوا بعدكم يستفيدوا منه، هو كمان برضه يحطوا فيه حاجه اضافيه. ولحسن الحظ انه عندنا مشرف اللي هو باحث ما بعد الدكتوراه في الفيزياء الدكتور محمد صبري، وهو هسه حيبقى مسؤول من المشروع في الجزء الثاني بتاعه. قلت لكم الرابط بتاع المرشد هنا ده، الناس اللي ما شافته قبل كده المرشد ده جهد كبير يعني بذلوه الناس في فتره طويله جدا، فالناس يا ريت تستفيد منه وتفيد به يعني انشروه للناس الثانيين يعني. فطيب الشباب القاعدين لو في اي سؤال، لو انتم عندكم اي حاجه عايز تضيفوها لانه باقي لنا زي 13 دقيقه كده استفيد منها، تفضلوا. استضيف بس انه معلش تفضلي. انا ما تكلمت عن المتطلبات المنحه. المنحه متطلبات بسيطه جدا صراحه، قدمت قبل كده للتركيه للصينيه كلهم صراحه بتحس انهم معقدين، لكن المنحه دي بسيطه شديد.
يعني كل المطلوب منك انك بس هو موتيفيشن ليتر، ريكومنديشن ليتر اثنين، ومطلوب منك شهاده بتاعت انجليزي اذا ما عندك ايلتس برضه ممكن تقدم شهاده انجليزي، وثاني شنو باسبورت بس، يعني حاجات بسيطه جديد وسهله وواضحه يعني صراحه. ممتاز جدا. طبعا هو سهل وواضح، هي تواضع منك، ما في حاجه سهله وما في حاجه واضحه الا لو الزول اجتهد ومشى قرا وتعب زيك انتم، فلكم التحيه والاحترام يعني، لانه ده شغل كبير جدا، احنا فخورين بكم يعني شابات صغار ما شاء الله شاقات طريقكم. ها عايز اقول لك شنو يا دكتور، انه انا مش عايز اقول للناس انه ما لازم نكون كوبي يعني من ايتش اذر، وما لازم انه الدرب اللي انت ماشي فيه يكون في زول قدامك يعني، لانه الحياة جميلة مثلاً في مجالنا أنا وعفراء أنه ما في زحمة يعني حرفياً ما في زحمة، فإحنا الفرص بنلقاها بسهولة وبنكون مستمتعين بالرحلة، لأنه كل مرة إحنا ماشيين وبنكتشف برانا ما في زول قاعد يورينا، فلو الزول عنده حلم ما يحس أنه والله العظيم ما في زول مشى فأنا ما حأقدر. ده كلام صحيح، نحييكم والله. معاكم برضو هنا ده الطالب الدكتوراه الحبيب الأستاذ محمد عمر، هو مشرف الباحثين السودانيين من بلغاريا. الأسبوع اللي فات هم قدموا عن المنح الهنغارية أو المجرية. محمد عمر مرحب بك، حياك تفضل. شكرا لك دكتور أنور، وشكرا للشباب الجميلين ديل يعني قدموا خلفية طيبة جدا وقدموا حاجة جميلة شديد، يعني يمكن يكون بنفس التراك اللي احنا ماشيين به، هم قدموا الخلفية بتاعت المنح الما معروفة ولا المنح المعروفة، لكن التفاصيل بتاعتها شوية كده يعني ما كمل لأي زول يعني. والله شكرا، أنا جيت خاشي هسه قبل شوية وما حضرت التسجيل من البداية، لكن لفت انتباهي إنه عمل منشن للمنحة بتاعت الإراسموس مندو تقريبا في البرزنتيشن بتاعنا الأسبوع المضى، ذكرنا إنه من ضمن المنح الموجوده في الليسته بتاع المنح المجريه اللي هي الإراسموس، ويمكن كثير جدا من الناس ما عارفين يعني زي ما الشباب ده هسه حاليا وضحوا ما عارفين كمان تفاصيل التقديم كيف يعني. فنحييهم والله على الكلام ده، وان شاء الله كلامنا ده يكون دفعه معنويه برضه. انا اديكم يعني شورت سيكريت كده، ناس الإراسموس بيختاروا الدول اللي بتكون يعني وضع الاقتصادي كده زي ما بقولوا كده ما مدني لكن اقتصادي ضعيف شويه، زي المجر. المجرى الانفاق المادي فيها بسيط شديد، يعني هم لما يتحصل على المنحه بتاعت الإراسموس بيجروا الدول البسيطه عشان ما انه يلموا قروش كثيره. فدي دعوه للشباب الاثنين دي يعني اذا هم قاموا عملوا ابلاي فور اكسشينج يونيفرسيتي، يعني ممكن يختاروا الجامعات المجريه على اساس ما انه يقضوا فتره برا الدول اللي اختارون فيها، وبرضه كمان على اساس ما انه هم يوفروا عائد مادي يفيدهم هم كمان مستقبليا. Comparing to other country يمكن يكون المجر في أقل إنفاق لنسبة مادة بالنسبة لناس الإراسموس، وبيتجي كمية من الطلاب بيجوا سنويا يعني آلاف 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 يختاروا المجر على أساس ما إنه يجوا ويدرسوا ويتخرجوا بمعدلات ممتازة شديد، وبرضو يكون جولة سياحية زي ما بقول. وما عندي إضافة كثيرة، يمكن يكون هم وفروا كل المعلومات المفروض تكون، والشرح بتاعهم كان جميل جديد. وبرضه في معلومه قالتها واحده من البنات اخر حاجه، قالت انه الموضوع ما صعب، يعني فعلا انه الموضوع ما صعب وما مستحيل كمان في متناول اي زول ممكن يتحصل عليه، بس يكون مجتهد بقدر الامكان ويكون مثابر يعني بنفس الكيفيه، وبرضه يسال يعني. يمكن دكتور انور المره اللي فاتت قال برضه اخذوا حواجكم بالكتمان، ما انك كمان تسكت يعني مثلا يعني تمرر امورك من دون ما تتكلم، يعني برضه ممكن انت تسال الناس على اساس ما انه يوروك القصور وين يعني. وشكرا لكم والله، شكرا لكم شباب على البرزنتيشن الغيم، وشكرا لكم على الخلفيه الغيمه كمان برضه، وجايين المجال حبابكم الف يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا، خليتني افكر في المجال خلاص ان شاء الله وعندي ميراث كثير. ايوه لموا قروش لموا قروش، لانه دي فرصه بسيطه يعني ما بتتكرر كل مره. يعني مثلا انت لو بتنفقوا هسه حاليا شهريا ما بين 800 ل 900 دولار، هنا في المجر شهريا ما بتنفقوا 300 دولار يعني بسكنكم بيعتكم بكل تفاصيلكم. فاستفيدوا من الكلام ده. احنا كان معانا السنه الماضيه واحد اسمه محمد خميس، واحد من الطلاب السودانيين جانا هنا وحكى لنا الفرق، جاي من رومانيا، جاي من جامعه ترانسلفينيا، جاي بنفس المنحه بتاع إراسموس، وكان قاعد معي انا شخصيا يعني. اول زول لما نيجي المجر بيسال محمد عمر بيقول له قاعد يعني بيتونس معايا كده وكده،
قال لي والله يا محمد يا اخي انا لميته خلال 6 شهور دي، يمكن انا في رومانيا، يمكن في بولندا ورومانيا ما لميته خلال الفتره المضت. قال لي هنا ما ممكن، انتوا الايجارات عندكم رخيصه والحياه عندكم رخيصه والحياه رخيصه. قلت له يا زول اقعد مدد سمستر ثاني ومنقرش قرشين مع انك في السودان. وكان هسه حاليا رجع ان شاء الله يتخرج تقريبا يعني في الفتره المضت. وان شاء الله برضو دي رساله لكم انتوا ولا اي شاب سوداني بتعرفوه، قول له راسموس انت تستغلها من جهتين، يعني اول حاجه تستفيد اكاديميا وعلميا، وثاني حاجه تستفيد ماديا يعني. والتوفيق لكم والله ان شاء الله، والتوفيق لكم كمان ان شاء الله. شكرا جزيلا والله يا احمد عمر، ما شاء الله يعني معلومات مهمه جدا. طبعا محمد عمر زول ليدر، كوميونتي ليدر، وزول ما شاء الله يعني ارباب زول الناس هاي. دي كلها معلومات مهمه، وان شاء الله يعني تستفيدوا منها كلكم يعني. شكرا لك محمد عمر. شكرا جزيلا والله. شكرا. موضوع التوفير ده بالذات يا تيبيان، طبعا شكرا لاحمد عمر شديد صراحه يعني. شديد. طيب يا شباب، في اي اضافه ولا حاجه؟ لانه خلاص احنا زمننا خلص. في اي اضافه، في اي اسئله يا شباب؟ انا بحاول اشوف هنا برضو لو في سؤال في ال، وطبعا تقوموا تعلقوا انتوا في البوست او اللايف ذاته بتاع الفيسبوك، على اساس انه الناس يعرفوكم منه يقدر يتواصلوا معاكم. تمام. ده العنوان بتاع اللايف في فيسبوك هسه حاليا، وبرسل لك هاتبيان ان شاء الله بعدين في واتساب ولا كده. فشكرا جزيلا لكم يا شباب، كتر خيركم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا دكتور انور والله يعني. جزاك الله كل خير، استفدنا كثير من الباحثين السودانيين. الحمد لله رب العالمين، والتوفيق الا بالله، ربنا يوفقك ويوفق خيركم يا حبيبي. نهايه جزاك الله كل البلد خير يعني. ورحله موفقه يا دوفتها. ها؟ رحله موفقه. رحله لوين؟ شايفك اونلاين عامل مسافر ولا حاجه يا اخوان. انا قلت للناس الناس تتخيل، انا بقول خدت لي حاجه كده وكل زول بيشيل خياله يخط فيها. اي بعدين حاجتك دي جات في وقت ما في وقت كده، هو كلنا فاهمين حاجه واحده.